حيث أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتنسيق مع خلية عمليات الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة، أعلن عن بدء حملة التطعيم للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في المنصة اعتبارا من يوم غد الأربعاء. تخضع عملية التطعيم لضوابط تشمل أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة وفقا لتقرير طبي من مستشفيات وزارة الصحة أو اللجان الطبية التابعة لها أو عن أحد مستشفيات الخدمات الطبية الملكية أو أحد المستشفيات الجامعية، أن يكون الشخص مسجلا في منصة تلقي لقاح كورونا. يخصص يوم غد لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأيضا للأشخاص ذوي الإعاقات العصبية. حديث أكثر مشاهدينا حول الوضع الوبائي في المملكة، ينضم إلينا الآن مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية دكتور غازي شركس. دكتور أهلا وسهلا بك عبر شاشة قناة المملكة. دكتور نبدأ بحملة التطعيم في المملكة والبرنامج الوطني للتطعيم يوم غد الأربعاء، هل مخصص فقط لتطعيم الأشخاص ذوي الإعاقة أم هم جزء من كل وسوف تستمر عمليات التطعيم لباقي المواطنين؟ تفضل. لا أخي الكريم، هي الجزء من الموضوع هو التطعيم للأشخاص ذوي الإعاقة، لكن في عنا كمان إحنا برنامج ماشيين فيه بالنسبة للجرعة الأولى والجرعة الثانية. زي ما بتعرف أنه الأشخاص ذوي الإعاقة كانوا من ضمن الأولويات العمرية، لكن تم التواصل من قبل الجهات المعنية، الأمين العام للمجلس، وصار في نقاش بيننا وبينهم وبالتنسيق مع إدارة الأزمات، وبالفعل كان في عنا احنا رغبة شديدة بانه نشمل الأشخاص ذوي الإعاقة بحملة اكبر من التطعيم عندما يتوفر لدينا مطاعيم. وحاليا احنا يعني توفر عنا كميات من التطعيم نقدر نعمل لهم الأولوية. بناء على هيك صار الإعلان عن يوم غد كيوم مفتوح للتطعيم الأشخاص ذوي الإعاقة. طيب دكتور غازي، تتوفر لدينا كما قلت عدد من المطاعيم، هل هنالك رقم لعدد الجرعات من المطاعيم بمختلف مسمياتها وشركاتها في المملكة؟ هل هنالك عدد معين؟ هلا احنا عندنا، انا ما عندي رقم معين، بس عندنا احنا من اكثر من نوع من التطعيم. في مرصود كل واحد اخذ الجرعة الاولى مرصود له من نفس نوع التطعيم تبعه الجرعة الثانية، بالإضافة إلى أنه إحنا على وشك أنه يجينا كميات من المطعوم ساينوفارم إن شاء الله بإذن الله، وشركة فايزر بتزودنا بانتظام. عموما أنه إحنا هلا حاليا وفرنا عدد من الجرعات للأشخاص ذوي الإعاقة، لأنه بعد دراسة مستفيضة إحنا بنخاف على الفئة هاي لأنهم عندهم تعرض أكثر. أيضا تم بحث موضوع المكفوفين، المكفوفين أيضا كمان ما عندهم قدرة على أنهم يتجنبوا الأسطح الملوثة. نعم. فمشان هيك كمان شملناهم، وزي ما بتشوف بالإعلان في عنا الأيام مختلفة ورح يكون كل فئات مشمولة بيوم معين. طيب دكتور، إذن هنالك جرعات مطمئنة في المملكة وهناك أيضا جرعات مقبلة قادمة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بكميات جيدة إلى المملكة، لأن البعض يتحجج بعدم التسجيل عبر منصة أنه لا توجد هنالك جرعات في المملكة، بماذا ترد على مثل هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون لا نريد تسجيل لا توجد لقاحات في المملكة؟ أخي الكريم، يعني أنا بشكرك على هذا السؤال، سؤال مهم جدا. أنا بحكي للناس أنه حاليا أصبح عملية التسجيل على المنصة حيوي لكثير من الأمور التي ستحصل في المستقبل. يعني أي شخص مش مسجل على منصة التطعيم لن يتاح له التطعيم، هذا بادئ ذي بدء. نعم. أي حوافز حكومية تم الإعلان عنها هي قيد الدراسة، إذا ما طبقت لن تطبق إلا على أشخاص مسجلين على المنصة. الإنسان إذا ما كانش مسجل على المنصة ما بيحجز دور لحاله حتى ياخذ المطعوم. فالرسالة المهمة إنه التسجيل على المنصة أصبح هذا ضروري جدا لكل شخص موجود على أرض المملكة.
طيب دكتور غازي، في المقابل أيضا، هل ما زالت متفائلة وزارة الصحة بنسب الإقبال من قبل المواطنين، خصوصا خلال الأسبوع الماضي والأيام القليلة الماضية؟ ارتفعت نسب التسجيل في المنصة، وارتفعت أيضا نسب من يلتزمون بالرسائل النصية التي ترد أو تصل إلى هواتف الأشخاص المعنيين. نعم أخي الكريم، إحنا ارتفع نسبة التسجيل هلأ فوق 900,000، يعني إحنا أيام إن شاء الله ونصل إلى المليون. نسبة التخلف نزلت، نسبة الإقبال واضحة صارت في المواعيد اليومية اللي إحنا قاعدين نعطي المواعيد، صار في إقبال وبنطعم أعداد كويسة، ومشان هيك الأرقام التطعيم سواء للجرعة الأولى أو الجرعة الثانية هي في ازدياد مضطرد، وهذا الشيء بطمئنه. أيضا الناس بلشت تشعر بأهمية التطعيم، أصبحت نوعا ما تبتعد عن الإشاعات وتأخذ الخبر من المصادر الموثوقة، وهذا إشي بيسعدنا. ويعني كل ما كان التسجيل أكثر على المنصة كل ما إحنا كنا مطمنين، لأنه جايين إن شاء الله أعداد تكفي لنسبة كبيرة من سكان الأردن. طيب دكتور غازي، هذا فيما يتعلق ببرنامج التطعيم الوطني. بالنسبة للوضع الوبائي في المملكة، لاحظنا خلال الأيام الماضية ثبات في أرقام الإصابات أو حتى بمعدلات النسب الإيجابية لمجموع الإصابات في المملكة ما بين 15% إلى 16%. هل ما زالت أيضا وزارة الصحة متفائلة بأننا وصلنا الذروة، واليوم نتأمل إن شاء الله خلال الأيام والأسابيع المقبلة بدء انخفاض هذا المنحنى في عدد الإصابات؟ نعم أخي الكريم، واضح أنه عندنا إحنا إذا ما كان ثبات هناك أيضا هبوط لنسبة الإيجابية. إحنا في الأسابيع الماضية كانت تتمحور نسبة الإيجابية بين 18 و20، هلأ حاليا الأسبوع الماضي نزلت عن هيك، الأرقام قاعدة تنزل يوميا، عدد الحالات واضح أنه في نزول، لكن أنا أرجح أنه إحنا وصلنا للذروة، وحاليا في وضع البلاتو بسموه أو الاستقرار، وممكن نكون كمان شوي يصير المنحنى للهبوط، لكن هذا مدعاة إلى أكثر من شغلة. نعم. أول شيء التفاؤل الحذر، لأنه إحنا ما بصير نركن على أمور زي هيك، سبق وأن فاجأنا الفيروس وفي عدة دول كان في ارتدادات وكان في نقص في المجتمع في الوضع الوبائي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي بيخلينا نطمن أكثر، إنه كمان صرنا نزيد كمية الناس اللي تطعم، هذا كمان عامل بيخلينا نرتاح أكثر، لأنه هاي الفئة تصبح محمية من الإصابة. الأمر الثالث، نناشد الناس اللي حاليا معزولين في المنزل إنهم يلتزموا بالعزل المنزلي، لأنهم حالات نشطة ممكن تؤدي للعدوى. إذا إحنا اتبعنا كل الأمور هاي بالتوازي إن شاء الله رح نكون قريبين جدا من انخفاض الوضع الوبائي. عموما يعني وزارة الداخلية ضبطت أكثر من 70 شخص غير ملتزم بالحجر المنزلي خلال الأيام أو في يوم أمس فقط. أشكرك جزيل الشكر مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية دكتور غازي شركس، أشكرك على كل هذه التفاصيل.